برضو قال له والله كذاب. وادي الحرب وانزل لقيل، وادي صدره زي الباب، بسيفك وبين علامه. سكر زيدان يمها بلا كيف، كما بحور زيد رماها، وعلى يده قم جرد السيف على صدره درماها. زيدان سكر بلا كيف، والامر للي نشان، في صدر برطوم شيع السيف، سيف التنا وترد تاني. زيدان قال يا دي العجوبات، زيدان قال يا دي العجوبات، ادي النفس عالمطابة. رام السيف وبعت له حربة، من البعد عدت وخابة. وفي تطور حصل في الربابة؟ الربابة أنواع. بداية من هنا ده اللي هو الآخر، يعني أقدم حاجة لصناعة الربابة، وبتكون بالجوزة اللي هي الكبيرة وترين سبيب خالص. جاء الأحدث منه بشوية، هي نفس الربابة بس اختلفت الجوزة، صغرت شوية، بقيت واحدة سبيب وواحدة كمانجة. صوت رفيع وصوت تخين جامد يعني. التطور آخر حاجة اللي وصلنا ليه حاليا اللي هو ده، مزجنا بين اللي هو الربابة الكبيرة والربابة الصغيرة، فجبناها ربابة كبيرة ومفتوحة من ورا، وغيرنا اللي هم العصافير بنقول عليهم احنا يعني، بنقول عليهم عصافير، وهو المفاتيح يعني، مفاتيح مفتوحة، خليناهم مفاتيح كمانجة ومفاتيح عود. فرق حاجة في الصوت؟ فرقه، بيجي مزيج بين التخينة اللي هو الصوت العريض اللي هو بتاع السيرة القديم، وما بين الربابة اللي هي بترقص، وما بين الربابة اللي هو الحزين. يعني ممكن اسمعك حاجة عليه؟ يلا. لو هنعمل حاجة حزينة هنقول مثلا، بس انت كمان اضفت الاورج لانه فيه اصوات كتير، زي اصوات الناي، اصوات العود، اصوات الجنون، اصوات الكمانجي، في مشاهد وفي احداث بتتطلب اصوات، مثلا مشهد فيه حزن، مش شرط يبقى ربابه بس، لا ممكن اضيف له اله الناي حزينه تمشي مع الحدث، اضيف له عود، اضيف له جنون، في موال غزلي بيتقال من دخل السيره، يضطر يعني مثلا يبقى الربابه مكمل هو الأصوات حديثة مع الربابة. اللي تقول له تعالى يا غريب، واحدة تشد الدنيا تسيب. اللي تقول له تعالى يا حبيب، عالبيت هنودوك. يونس قال سيبوني في حالي، أنا يونس زيد حوالي. يونس قال أنا يونس زيد حوالي، أنا معايا خياتي وخالي، تدت أيام الزاد ما دقوم. وسيع البساتين العقل منه جناين، ينصر على العنب
والدين دخلوا وسيع الجناين. مرعي قال له جعنا يا خال في العمل يا سلام، الحمول علينا تقال من الله طلبنا السلام. قال له يا ولدي تاني ما تبكيش، بلاد غربة ما تفضحنيش، هاد العباية واد القميص اللي يجيب الطعم بيعو. سلامتك يا خالي سلامنا، لف العم معي فرع من عبد شم، لكم يا خالي بيعوه.